تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، يجب أن نفهمها فهما صحيحا كما فهمها الصحابة والتابعون والعلماء الربانيون، أن يكون الحكم لله تعالى ولرسوله في جميع شؤون الحياة، يحكم بيننا في العقيدة والشريعة، يحكم بيننا في العبادة والسلوك والأخلاق، يحكم بيننا في الأمور السياسية والإدارية، يحكم بيننا في أمور النقد والجرح والتعديل، يحكم بيننا في الخصومات التي تكون بين الناس، وهكذا في كل ما يمر بنا في حياتنا. الحكم لله تعالى إن أردنا أن نكون مؤمنين صادقين. قال رب العالمين: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً.